بينهما. أصلح الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. ان شاء الله اليوم احنا الان ننقل لكم فعاليات نشاطات مركز سبل الخيرات التابع للمسجد هنا. ان شاء الله بعد تاسيس هذا الفرع وهذا المركز الحمد لله رانا بمعنى وصلنا الى نتائج جد ايجابيه من شبكه وكذا وكذا. الحمد لله سواعد الشباب راهو ناشطين راهو يقدموا اللي عليهم ان شاء الله، فالله يجازي كل واحد. وكذلك رانا نستعد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى لاستقبال شهر رمضان المعظم باعداد برنامج يليق بشهر الفضيل، منها جمع قفه رمضان على مستوى هذا المسجد لفائده المحتاجين والفقراء، كذلك كسوة العيد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك إحنا بمعنى نستعد لإعداد مائدة إفطار رمضان، لأن المسجد نتاعنا يقابل بمعنى الطريق، واتصلت بالمسؤولين إن شاء الله نتاع البلاد ورحبوا بالفكرة، وسنكون إن شاء الله سندا ومعونة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر كذلك قناة الأنيس على هذه الزيارة. عندنا برنامج في فرع سبل الخيرات في مسجد عقبة بن نافع منذ 2016، وعندنا كذلك الترخيص، ونقوم بأعمال خيرية أعمال إنسانية. أولها معنا إحنا الآن عندنا قفة رمضان والملفات الآن نحضر فيها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ودائما عندنا إحنا نوصل حتى 300 قفة في شهر رمضان، وكاين أرامل وكاين فقراء يدوا بني كذلك قفه شهريه. عندنا كذلك مطعم خاص بالناس اللي باتوا برا مع اشتراك مع استاذ مع الاستاذ عبد الكريم، هو اللي رئيس المطبخ، وحنا نجمعوا المواد الغذائيه، واحد خاصه اشعه دواء، واحد عنده ارمله فقير عنده بيت الرمولة نعاونوه بالأفريشة بالأغطية بكل ما يحتاجونه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى يجازي المحسنين، ونشكر دائما المحسنين تاع دائرة كديل، ودائما اشتراك مع جمعية كفي اليتيم مع فرع سبل الخيرات، كذلك مع الشيخ سلوم عبد المجيد في حاسي المفسوخ. ربي يعيننا إن شاء الله على الخير.